ما جيناش معولين بشهيد. جينا اليوم بعد ما كيتشكاو الاشخاص في وضعيه اعاقه الاولياء نتاعهم او المرافق نتاع الشخص اللي في وضعيه اعاقه لا الدينيه ولا الكفيف، كيلقاو مشكل ديال الطوبيس. المشكل اللي كنا ناضلنا من اجله بزاف المرات، وكانت وعدتنا العمده ان تكون واحد الحوار معها، درنا اجتماع مع النائبه ديالها السيده ولهان على اساس ان هذا المشكل غيتحل. فاذا بنا كان مؤخرا عاوتاني رجع هذاك المشكل ديال ان لي كونترول كيقلعوا الاشخاص في وضعيه اعاقه البطاقه وكيعنفوهم. جينا على عند الكتابه ديال العمده على اساس باش ناخذوا موعد مع العمده، ولكن اذا بنا كيتسد في بابنا البوابه ديال الولايه كيف دائما فيما كيشوفوا الشخص في وضعيه اعاقه كيسدوا، باقي المواطنين كيدخلوا حنا كيسدوا عندنا الباب، ما خلاوناش ان تنطلعوا للكتابه باش ناخذوا موعد مع السيده العمده. وهذا هو اللي خلانا ان هادشي ما نتقبلوش وما راضينش على هاد اللامبالاه وهاد المعامله اللي كيتعاملوا معنا بها. جاي مواطن عادي باش يدخل ياخذ موعد في الاداره خصو من حقه يدخل، علاش حبسوه؟ انا بدوك الفلوس. شكرا لك يا سيدي. حنا الاخوان ولينا بحال سرق الزيت اللي جاي يتمع يدخل لاي بلاصه في المغرب. الوزاره ممنوع علينا، الادارات ممنوع علينا، يا بالنسبه للبلوجيات يا بالنسبه للمقابلات. ما بغاش نبكي، ما بغاش نكره المغرب، لان اللي باغي عاجبني. وحنا الناس تيكرهوه ليا. ما عرفتش واش ما باغيناش، واش ما راضيش. حنا راه مزيان، ناقصين جديد معززين مكرمين. حنا القاية موظفين قارين، شنو بغاو؟ فعمدة كعمدة كمرأة وتجي وتحبس الباب، واش قول ليهم ممنوع يدخلوا لداخل؟ علاش؟ مالنا؟ شنو فينا؟ شنو فينا؟ ما فينا والو، حنا باغينا نهضروا معاها. دابا هاد الناس كيدعوا بغيت نقول لها على بنتك. انت عندك بنت. الكرامه ديالنا ما كتسالكش. انت مصوبيه. غنموتوا وما نخرجوش. مصوبيه على دارنا. ما تسمعش لينا. حنا والدينا ما عندهمش. شوف بحق باش نخلصوا الطوبيس. ما عندناش مشاريع. العمده ولكن. اللي انت باغا تفرقيهم على وحدين صحاب. كلموا معاه على الاجتماع اللي كان داير. حنا حنا محلنا من الاعراب. وعدتنا انا دير معنا الاجتماع. كازا كبيره. شنو عطيتينا؟ شنو هاد الكيوسكات؟ علاش ما ناخذهمش حنا؟ علاش؟ علاش الطوبيس ما طلعش فيه؟ جينا اليوم باش نشوف. علاش كونترول يجي يجمع لي الفلوس؟ وانا خصك مادام ان واش انا طلابه؟ خصك تفتح البيبان ديالك. انا مشيت نطلب حد الطوبيس بصفه عامه. حسن لي كل الاشخاص في وضعيه اعاقه ما نجي عندك خاصه. انا ما باغا طوبيس، ما باغا والو، بغيتك انت تواضع. وحنا اللي خليناك هنا راه 3 مليون ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه. نص صوت عليك احنا اللي صوتنا، احنا اللي والدينا طمعونا في الدروج باش نصوتوا عليك. علاش كنطالب بها غير هي تواضع؟ شوف من حالك حنا ما مرات ما فينا والو. تبعد وتهضر معانا. جريت النقل الحضاري. ما جيتش قدام الصحافة. مرة زوينة. دير بها. ومتفاهمة. وقدامنا. سدوا عليهم الباب.